اتصال آخر من الأخت فاطمة، تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، بدي أسألك مولانا. تفضل. في أنا عندي بنت عمي كبيرة بالعمر وما في حدا يعطيها مصاري، يعني مردود عليها ومريضة بتجيب أدوية، وبنفس الوقت تخدم عمي ومرت عمي كمان كبار بالعمر. طيب، بجوز تعطيهم زكاة الفطرة أو لا؟ طيب، يبدو الاتصال انقطع، لكن يبدو هيك فهمت منك؟ السؤال يبدو واضح يعني، نعم. إلا إذا رجعت أو اتصلت مرة الفدية. تانية وعادت غيرت. ماشي، نعم. أو كانت عم الفدية. تحكي عن زكاة الفطرة هي. سؤال أخت فاطمة عن موضوع زكاة الفطرة، سمحت زكاة الشيخ. فطرة لأبناء العم وللعم يجوز صرفها وهم أولى، كما قلت قبل قليل، تصرف زكاة الفطرة والفديات للأرحام الفقراء، هم أولى من غيرهم. والله سبحانه وتعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أوصوا بالأرحام ومساعدة الأرحام فيما بينهم، إذا كان حدا غني وحدا فقير فيكي تصرفيها لإلهم.